هامش زيارته لمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا اليابانية شيرو كاشيتاني. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الشركة ومصر وآفاق الاستثمار المتاحة والمزايا الممنوحة للمستثمرين في مصر. وقد أشاد كاشيتاني بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الحالية وما يشهده الاقتصاد المصري من تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء، وهو ما انعكس على تهيئة مناخ موات وجاذب للاستثمارات الأجنبية.